عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى تكون صحتكم بخير وعلى خير. كي بقيتوا؟ كي دارت صحيحتكم؟ الامور مزيانه ان شاء الله. اليوم غادي نخدم معكم حريشات مرصيطه، تيجيو فنين نتوما كيف ما تتشوفوا، تيجيو رطبين. نحلهم قدامكم باش تشوفوا المذاق ديالهم، تيجي غزال نتوما كيف ما تتشوفوا الشكل ديالها. كلشي تيعرف العشبه ديال المرصيطه، بصراحه ما عرفتش الاسم ديالها باللغه العربيه، ما عرفتوش. المهم حنا تنقولها هنا مرصيطه. صراحه تتجي الحرشه ديالها رطبه ومذاق زوين بالزيت البلديه. نتمنى انها تعجبكم. نتوما كما تشوفوا تتجي مقرمشه ومن الداخل رطبه. نتوما كما تشوفوا ريحه الزيت البلديه خارجه منها غزاله، ما شهيتكم. المهم ان شاء الله غادي نمشيو للمقادير والطريقه كامله ديال الخدمه ديال الحرشه ديال المرصيطه. ولا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ودعمونا بلي لايك. نمشيو نبداو دابا على بركه الله بالمقادير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الحرشه، عندي هنايا سميده خاصه بالحرشه، عندي خماره حمراء، عندي كاس ديال زيت الزيتون، عندي هنا مرصيطه اللي هي هكا دايره بحال ورقة النعناع، وهي ماشي نعناع، مرصيطه. ما عرفتش الصراحه الاسم ديالها باللغه العربيه، ما عرفتوش. المهم حنا تنقولوا لها هنا مرصيطه. عندي الماء بارد، وغنحتاج الملحه حتى هي، غنحتاج الملحه. هادشي اللي غادي نحتاج فيها. اول حاجه انا غنخلط وغنوضع فيه هاد المرصيطه ديالي. بطبيعه الحال راه مغسوله مزيان، خصكم تغسلوها مزيان يكون فيها التراب. وغنوضع كميه ديال الماء، هي كميه قليله اذا شطح ليا، وغادي نطحنها مزيان. وهانتوما معايا طحنات نتوما شفت تولي، غنخليها هنا على جنب. وناخد السميده تاعي ونوضع فيها الخميره، وندير الملحه حسب الذوق. بالنسبه للملحه الواحد يدير الكميه اللي بغا. غنخلط دابا، غنوضع الكاس ديال الزيت، غنحاول ندخل هاد زيت الزيتون مزيان، هاد السميده نبسبسها هكا مزيان كيف ما تشوفوا، تتشرب لي ديك السميده هاد الزيت كامل. نتأكد بأنها تدخل فيها الزيت كلها. هاد المرصيطه ضروري تتبغي الزيت البلديه، تجي معاها زوينه. نتوما انا لبستها كامله بديك الزيت، منا واحد الكميه باش نرشها. ومن بعد غنضيف دابا داك الخليط ديالنا نتاع مرصيطه والماء كما تشوفوا. نبدا نخلط، الماء راه بارد، ما ديروش الماء سخون، غير الماء بارد. ندير داك الخليط كامل، واخا هكا خفيفه راه تتشرب، حتى جالسه وهي تتشرب. نتوما متخافوش منها، واخا جاريه راه واحد
5 دقائق غادي تلقاوها شربات. هانتوما كما تشوفوا غنخليها دابا تشرب واحد شويه ونوجد المقله فاش نبغي نطيبها. هانتوما كما تشوفوا ها هي شربات. انا دابا غنديرها في المقله. عندي هنا المقله دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بشويه ديال السميده. غندير فيها دابا الحرشه ونديرها نطيب وهنا معاكم. هانتوما كما تشوفوا الحريشات هما طابوا. انا قسمتها على جوج درت جوج حريشات صراحه تيجيو زوين. هانتوما رطب كما تشوفوا ومقرملين من الفوق والمذاق ديالهم تيجي زوين مع مرسيطه وزيت البلديه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبكم الحريشات اليوم بمرسيطه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلي لايك، وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الكلام ديالكم الطيب، والى فرصه مقبله ان شاء الله.